لاعبو المنتخب الأولمبي يوجهوا رسائل الدعم والمساندة لأسود الرافدين قبل مواجهة الإمارات. نتابع. أولاً رسالة لأخوتي اللاعبين، أقول لهم إن شاء الله كل التوفيق لكم جميعاً، قلوبنا معاكم ونتمنى منكم الأفضل. هي شوف طبعاً المباراة من بملعبك يعني هواية تفيدك معنوياً ونفسياً للاعب، خاصة اللاعب العراقي، بس يعني اللاعبين أكثريتهم لاعبين خبرة، أكثريتهم لاعبين كبار، أكثريتهم لاعبين مباريات خارجية كثيرة، يعني أشوف هذا الشيء ما راح يأثر عليهم. تعرفوا أنه المنتخب الوطني هو حلم الشعب العراقي والشارع الرياضي، أنه الفرحة الوحيدة للشارع هم المنتخب الوطني، إن شاء الله يحققون 3 نقاط، ومو شيء مستحيل أو صعب أنه نخطف البطاقة الثالثة. إن شاء الله تكون رد على عدم سماحنا باللعب على أرضنا، إن شاء الله نحقق شيء إيجابي وإن شاء الله توفيق لهم. طبعا كنا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، احنا لاعبين والجمهور كنا نتمنى اللعبة تكون هنا ونساندهم، لكن قدر الله ما شاء فعل. الله يوفقهم وين ما يكونون ان شاء الله.